ديالكم الجمعية ديالكم؟ الاسم ديالي هشام صروخ، رئيس الجمعية الوطنية للرياضة في قتال الموحد. فاش تأسستوا الجمعية ديالكم؟ الجمعية ديالنا تأسست 2011. المشاركة اللي عندكم؟ عندنا مجموعة مشاركات من خلال فينا كاسم مولاي الحسن، عدة مشاركات، مشاركات وطنية في الصعيد الجهوي والصعيد الوطني. نعم، وكيفاش جات المشاركة ديالكم في هذا المهرجان الكنفاوي أو مهرجان العرائش؟ المهرجان ديالنا جات في العرائش، أول حاجة جا كيتزامن بذكرى عيد العرش المجيد اللي هو ذكرى غنية عن التعريف، أننا نحتفلوا في هذه المدينة باش نعطيو واحد المنهجية أو واحد الفكرة جديدة للرياضة داخل مدينة العرائش أو الجهة ككل. وفي المستقبل شنو هي المشاركات ديالكم في المستقبل؟ المشاركة ديالنا في المستقبل هو أننا نشاركوا في المهرجانات، تكونوا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي، يكونوا أنهم الصبغة للرياضة تكون رياضة وطنية، يعني رياضة الصبغة ديالها تكون كتهدف أنها تشجع الشباب المغربي بخصوص أنه وصل للعالم أو وصل لمستوى ثقافة رياضة المغرب بأنحاء الأعلى. هو الرقي والممارسة الرياضية يعني والعقل الرياضية على مستوى التدبير على مستوى الممارسة. قلت على مستوى التدبير والممارسة يعني